بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل. على بركة الله ينطلق شوط جديد، دفعة جديدة، آخر انطلاقات أصحاب السمو. شوف شوطنا الثامن خصص للجعدان المهجنات الأصايل، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء الموفق هنا من انطلاقات الهجن العربية الأصيلة على أرضية هذا الميدان. نسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الموقع الجميل الباحث عن هذه الانتصارات الجميلة والمميزة. نسير إلى مقدمة الشوط، شعار بالهلي ما شاء الله على ظهر سلهود، تقريبا من يتواجد على المركز الأول، من يسيطر على مقدمة الشوط أيضا بنتعرف عليه لكي نعطي كل حق حق الله. اللي في المركز الأول، اللي في المركز نعم سلهود أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي الملقب بكمبيوتر الخليج. النقلة هناك على ثاني المراكز، مهيض لسمو الشيخ سعيد بن حمدان مراكز مكتوب سعيد بن محمد وخلفان بن حزيم هو من يقدم مهيض، بينما اللي في المركز الثالث، اللي في المركز الثالث ما شاء الله جاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان مراكز مكتوب سعيد بن عبيد الحميد. نقلتنا هناك على رابع المراكز، شعار بن رشيد على ظهر ارسال سالم بن سلطان بن رشيد، ولا لا من الجانب الثاني ايضا بنتعرف عليه شوي. نبغي نتعرف هناك على شاهين راشد بن عبيد بن حامد، بينما اللي في المركز الخامس ربشان لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيب بن نايه ابو نواس. وفي المركز الخامس اللي هو شرين لمنصور بن خليفه بن سالمين الحميري، وهناك شرين. نقلتنا على المركز السابع، اللي في المركز السابع شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن سعيد المكتوم سعيد العبيد سعيد بن محمد خلفان بن حزيم. نقلتنا على المركز الثامن، اللي في المركز الثامن شعار بن مردد ما شاء الله سلهود بدر بن ناصر بن سالم بن مردد. يلا يا ابو ناصر، يلا يا ابو ناصر. النقلة على المركز التاسع هنا نجد سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان لغويس. وفي المركز العاشر هناك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بطير بسهيل العامري ما شاء الله. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للعشرة المراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام والنداء الاول الحصري على العشرة المراكز الاولى، ومهيض مهيض هيض على المركز الاول، وهنا سيطر اندفع غير على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد غلبان بن حزيم هو من يقدم مهيض هنا على المركز الأول. سلهود أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي هو من يتواجد بثاني المراكز. وفي المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الرابع ربشان لسمو الشيخ راشد بن محمد المكتوب حير بن سيف بن نايه ابو نواس. وفي المركز الخامس وصل هنا شاهين للسيد راشد بن عبيد بن حامد. وفي المركز السادس، اللي في المركز السادس ما شاء الله شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم سعيد بن عبيد او سعيد بن محمد بن خلفان بن حزين. وفي المركز الثامن نجد لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان على غويس. وفي المركز التاسع شرين، شرين بخليك ثلاثة شر ثلاثة شرارات يا الحميري، دير بالك نبغي هناك حركة مع اللحظات الأخيرة. منصور بن خليفة بن سالمين الحميري ما شاء الله. هكذا هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم. هكذا كانت النتيجة، ذعناها عليكم بالمراكز رويدا رويدا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الكريم والمميز. وسلهود سلهود 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 هو المسيطر على المركز الأول، هو المندفع بمقدمة الشوط مع مهيض مع مهيض مع مهيض مع مهيض. ولكن من سوف يتفوق هنا في هذا الشوط؟ هذا والعلم عند الله. سلهود أحمد بن عبد الله بالهلي هو من يقدم. سلهود ما شاء الله مهيض ثاني المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم ما شاء الله ثالث المراكز. ايضا ينضم الينا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحمية ربشان رابع المراكز ربشان ما شاء الله. وتعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيف ابو نواس. النقله على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس ما شاء الله
هنا يأتي شاهين على خامس المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان مراكز سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميس سعيد بن محمد بن حزيم سعيد بن محمد بن حزيم. هكذا هي النتيجة نجد على سادس المراكز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. طارت الطيور طارت الطيور طارت الطيور. يلا هناك هناك نذهب إلى المقدمة نذهب إلى الصدارة نذهب إلى عنوان الناموس. بقول وين الناموس يا سلهود ولا مهيض هنا على ثاني المراكز ما شاء الله. سلهود سلهود حتى هذه اللحظة متربع على المركز الأول صامد على مقدمة الشوط. أحمد بن عبد الله بالهلي هو من يدفع بسلهود على المركز الأول من يسيطر على مقدمة الشوط. تبارك الرحمن الله 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 الله. بقول وين السلام يا بالهلي وين السلام يا هل الخواليج وين السلام وإلى أين ذاهب السلام. سلهود أيها الإخوة تهانينا هو الناموس. سلام يا أبو محمد سلام سلام كمبيوتر الخليج www.com. أحمد الدنة تهانينا والناموس. هاي لحظة تصل سلهود إلى خط النهاية تهانينا لشقي يا أبو شاب. المركز الثاني سمو الشيخ سعيد بن حمدان راشد سعيد مكتوم. المركز الثالث أيها الإخوة سمو الشيخ راشد بن حمد راشد مكتوم. المركز الرابع سمو الشيخ سعيد بن حمدان راشد مكتوم. المركز الخامس سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد مكتوم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. المراكز دعناها عليكم بالهو التمام. خلينا للسيد أحمد بن عبد الله بالهلي 6 دقائق 18 ثانية 63 جزء من الثانية توقيت سلهو التهانينا والناموس.